التحقيقات في قضية مقتل جمال خاشقجي في اسطنبول تتطور مع كشف المزيد من التفاصيل. وزير الخارجية السعودي عادل الجبير دعا من لديه أدلة ومعلومات في قضية خاشقجي ليقدمها إلى القضاء السعودي، رافضا تسييس أو تدويل القضية. وكان وكيل النيابة العامة السعودي شعلان الشعلان أعلن أنه تم توجيه التهم إلى 11 شخصا، وتمت المطالبة بإعدام من أمر بقتل خاشقجي ومن نفذ جريمة القتل وهم 5 أشخاص. فيما يتعلق بقضية التدويل، هذا أمر مرفوض. المملكة العربية السعودية لها جهاز تحقيق جاد ويتمتع بمهارة واستقلالية. المملكة العربية السعودية لها نظام قضاة مستقل يستطيع أن يتعامل مع مثل هذه القضايا باحترافية. وفيما يتعلق بالأشقاء في تركيا، آمل أن إذا كان لديهم أي معلومات أو أي أدلة يريدوا أن يقدموها لتستفيد المحاكم في السعودية منها، فأهلا وسهلا. طلبنا منهم الشيء هذا 3 مرات ولم يستجيبوا لنا. نرفض أي محاولة لتسييس هذه القضية أو أي محاولة للتدخل في شؤون المملكة الداخلية. ونحن نعتقد أن الانتقادات أو الهجمات الشرسة ضد المملكة لا أساس لها وغير منطقية، والمملكة مصرة بتوجيهات قيادة بلدنا الرشيدة لمعاقبة كل من تورط في هذه الجريمة، والتوجيهات واضحة جدا. تم توجيه التهم إلى 11 منهم وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم وإحالة القضية للمحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم، مع المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم 5 أشخاص وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية. معنا من جدة الكاتب والباحث السياسي محمد الساعد، أهلا وسهلا بك إلى غرفة الأخبار في سكاي نيوز عربية. إذا هذا المؤتمر الصحفي للشلعان أين يضعنا من قضية خاشقجي؟ أنا أعتقد أنه يضع خط النهاية لهذه القضية الشائكة التي استغلت الحقيقة من قبل قوى إقليمية ودولية ضد المملكة العربية السعودية، وخاصة للإعلام الغربي الذي سخر، ولا أقول أنه سخر وإنما سخر لخدمة قضايا وخلافات وخصومات في الإقليم وفي العالم، خاصة من قوى اليسار ومن قوى المناهضة للمملكة العربية السعودية ولمشروعها النهضوي في المنطقة. اليوم المملكة العربية السعودية وضعت نهاية لهذه القضية التي أشغلت الرأي العام الدولي مقصودا. اليوم انتهت هذه القضية إعلاميا وأصبحت في يد القضاء السعودي، وبالتالي القضاء اليوم هو من يتولى بقية الإجراءات، ويجب احترام إجراءات التقاضي واحترام أيضا أن تكون هذه القضية في عهدة وذمة القضاء السعودي الذي الحقيقة يتمتع باستقلالية كاملة، وثبت قدرته على مباشرة مثل هذه القضايا وربما أكثر تعقيدا. القضاء السعودي اليوم هو قضاء مستقل، النيابة العامة أيضا كجهاز هي جهاز مستقل، وقد صدر في ذلك مرسوم ملكي من الملك سلمان حفظه الله قبل 3 سنوات عندما صاغ قانونا يجعل من النيابة العامة جهازا مستقلا مرتبطا بالملك مباشرة، وبالتالي هي لديها القدرة على الإيقاف والتحقيق ومباشرة القضايا وإحالتها للقضاء، وهذا ما حصل عندما أوكل إليها بشكل مباشر من الملك حفظه الله أمرا بالتحقيق في قضية جمال خاشقجي عندما أثيرت، وبالتالي باشرت القضية وباشرت التحقيقات. واليوم في أقل من 40 يوما استطاعت النيابة العامة الوصول إلى الحقائق وأحالت المتهمين أو الذين وجهت إليهم أصابع الاتهام إلى القضاء السعودي. إذا الآن ستبدأ يعني مرحلة المحاكمة، لكن التحقيقات انتهت. هنا المسؤولون السعوديون يؤكدون بأنهم طلبوا أنقرة بأن ترسل لهم الأدلة، لكن أنقرة لم تتعاون. في المقابل تركيا تتهم الرياض بأنها لم تتعاون معها في التحقيقات، وتقول بأنه سيكون لها رواية أخرى ربما يعلن عنها. هل لتركيا صلاحية إعلان رواية أو الحديث عن عدم تعاون بين الطرفين؟
لا أعلم ماذا ستقدم تركيا أكثر مما قدمت. يعني كل الروايات التي قدمتها تركيا منذ اليوم الأول للحادثة وحتى اليوم أعلنت ونشرت وليس هناك جديدا. منذ اليوم الثالث أو الرابع كل الحكايات وكل القصص الخيالية وكل ما قيل نشر ونقض ثم سحب ثم اعتذر عنه ثم ألغي من المواقع أو من الصحف ومن الصفحات ومن المواقع الإخبارية. الحقيقة لا أعرف ماذا ستقدم تركيا من جديد. الغريب الحقيقة إذا اسمح لي، الغريب أن تركيا تقدم ما تزعم بأنه أدلة للعالم وترفض أن تقدمه للمملكة العربية السعودية المعنية بالقضية. يعني تركيا تتهم وترفض التعاون في نفس الوقت، والحقيقة هذا شيء مستغرب. أيضا الغربيين بأنفسهم يقولون أن تركيا تدعي ولا تقدم. يعني وزير الخارجية الفرنسي قال بالفم الملآن نعم تركيا تدعي أن لديها أدلة ولكنها لم تقدمها لنا، رغم أنها تزعم أنها قدمتها لفرنسا، وقال بأن ذلك جزء من اللعبة السياسية التي تمارسها تركيا ضد المملكة العربية السعودية. الحقيقة نحن أمام يعني تصعيد إعلامي تركي غير مسبوق. اليوم القضية يجب أن تحال أو أن تنتهي إعلاميا، وأن يتم الحقيقة احترام هذه القضية واحترام التقاضي أمام القضاء السعودي. السعودية دولة مستقلة، حصلت القضية على أراضي سعودية، وبالتالي حق للقانون وللقضاء السعودي. هنا في هذه النقطة اسمح لي أنا أسألك، يعني وزير الخارجية التركي مولود شوشغلو بالأمس كان يتحدث عن ضرورة تحويل القضية إلى القضاء الدولي، يعني يكون هناك تحقيق دولي، بينما كان له تصريح قبل أسبوعين أو أكثر قليلا ردا على سؤال أحد الصحفيين، قال أن تركيا لا تفكر في تدويل القضية. ما الذي جرى برأيك واختلف حتى يختلف الآن الموقف التركي بشأن التحقيق الدولي؟ هو هذا جزء من اللعبة السياسية التركية التي تمارسها كل يوم. يعني تركيا تقدم خبرا في الصباح ثم تنقضه في المساء ثم يعني تبث خبرا ثالثا في اليوم التالي. يعني هذا جزء من تبادل الأدوار ضمن طاقم السياسي التركي وضمن الطاقم أو ضمن الأدوار المطلوبة من تركيا أن تقوم بها وتفعلها. الحقيقة في ما يخص علاقاتها بالمملكة العربية السعودية وفيما يخص علاقاتها مع العالم، يعني نحن شهدنا مثل هذه التصرفات مع روسيا وشهدناها مع 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 مع, مع, مع كثير من الدول، مع أمريكا في موضوع القس الأمريكي. كثير من القضايا تقوم تركيا بمثل هذه الألعاب السياسية، وهي ألعاب مفهومة ويعني مكشوفة. ولكن يعني الدعوة التركية الحقيقة أنها دعوة ساقطة، لأن كل الحقيقة يعني جوانب القضية لا تساعد تركيا في مطالبها، بل بالعكس هذه القضية تم مباشرتها بشكل سريع من القضاء السعودي من النيابة السعودية وصدر فيها نتائج سريعة. نحن اليوم أمام 40 يوما صدر فيها نتائج. هناك قضايا لا تزال عالقة في كثير من الدول. قضية مقتل الشهيد رفيق الحريري لها اليوم 15 عاما لم يصدر فيها القضاء اللبناني أمرا واحدا بإيقاف أي أحد من المتهمين، ولم تنتهي لليوم، ومع ذلك يعني لا تزال القضية عالقة ولا تزال موجودة. اليوم المملكة العربية السعودية استطاعت في خلال 40 يوما أن تصل إلى الحقيقة مباشرة، بل وأن يطالب المدعي العام بأقصى عقوبة في القانون السعودي وهي الإعدام لخمسة من المتهمين. الحقيقة أنها شفافية عالية وقدرة على يعني تطبيق العدالة. اليوم نحن أمام دولة عادلة حقيقية تباشر هذه القضية وتقول للعالم نعم هناك من أخطأ في تجاوز صلاحياته في مباشرته لهذه القضية، نعم هناك من يعني حصل بينه وبين المجني عليه خلاف خلال فترة التفاوض أدى هذا إلى موت، وبالتالي نحن سنحاكم هؤلاء الذين تسببوا في موته وسنطالب بإعدامهم. ماذا يريد العالم أكثر من ذلك؟ أكثر من إعدام خمسة من المتهمين؟ أعتقد أن هذه القضية اليوم دليل على شفافية المملكة العربية السعودية، على عدالة قضائها، على سرعتها الحقيقة في التحقيق. كان بإمكان المملكة العربية السعودية أن تسوف وأن تبحث عن مبررات وتبدأ كما تفعل كثير من الدول في المماطلة والتسويف حتى تمر سنوات دون أن نصل إلى نتيجة. ذكرت أنه كان هناك المصادر التركية يعني تنشر بعض المعلومات وتنقضها، بعض المعلومات يعني ظهر أنها تتطابق مع الرواية السعودية اليوم، بعضها كان يختلف حتى مع الرواية التركية نفسه.
في أكثر من جهة. لكن كان في سؤال اليوم حول موضوع اختلاف الرواية السعودية في البداية، في البدايات الآن، هل نأخذ بالرواية النهائية؟ لماذا كان في بعض التصريحات التي اختلفت مع الرواية النهائية؟ أعتقد أن هذه الإجابة واضحة. أولا، الرواية السعودية في بدايتها استندت على معلومات أولية زودها بها فريق التفاوض، والذي حاول في بداية الأمر يعني إخفاء جزء من المعلومات عن القيادة في المملكة، وبالتالي اعتمدت على الرواية الأولية. ولكن عندما باشرت النيابة التحقيقات واستطاعت مطابقة أقوال المتهمين مع بعضها البعض، وصلت إلى نتيجة نهائية بأن هذه هي خلاصة ما حصل في القصرية. والحقيقة لو تابعنا اليوم الرواية التي أدلى بها النائب العام، وضعها حتى في تسلسل رقمي لكي يسهل على المتابع فهم ما حصل بالضبط، وبالتالي هذه الرواية النهائية التي وصل إليها التحقيق. ومع ذلك طالب النائب العام من الأتراك إذا كان لديهم معلومات تعزز دور التحقيق وتعزز الرواية السعودية، أو على الأقل تساعد في إضاءة أماكن معتمة داخل هذه القضية، يتمنى تزويدهم بها. ولكن الجانب التركي في 3 مرات رفض، بينما هو الجانب التركي يقول أننا زودنا فرنسا وزودنا أمريكا وزودنا بريطانيا وزودنا عددا من الدول بالأدلة. كيف يعني يستقيم أن تزود تركيا كل دول العالم ما عدا المملكة العربية السعودية، رغم أن المملكة طالبت بتزويدها بهذه الأدلة؟ أيضا هي يعني عرضت على الجانب التركي توقيع بروتوكول للحفاظ على السرية للمعلومات بين الجانبين، ومع ذلك لم يستجب الجانب التركي. شكرا جزيلا لضيفنا من جدة، الكاتب والباحث السياسي محمد الساعد.